السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي فاكرين طبعا الحركة اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي حركة الدوران بالشكل ده كده. هناخد النهاردة مستوى اعلى سنة للي اتقن الحركة دي. دلوقتي لو انت اتقنت الحركة دي ازاي تقدر توظف ايديك الاتنين في حركة زي دي، ان انت تعلي من مهاراتك في الحركات الاستعراضية في النمشاكو. تمام، دلوقتي هناخد الحركة دي في الدوران في ايد، وبعد كده هنبدل الايد التانية ونفضل نبدل الدوران بين الدراعين. ازاي؟ هيكون بالشكل ده كده اهو. هنعمل الدوران اللي خدناه المرة اللي فاتت، هنمسك النمشاكو بالشكل ده كده، هنبدله على الدراع التانية بالشكل ده كده، والدراع التانية برضو هترجعه الدراع ده اهو بالشكل ده كده. عشان تعرف توظف مهاراتك في ايديك الاتنين وتتقن حركات اكتر واكتر، عشان ما تبقاش في ايد واقفه معاك، تبقى شغال بايديك الاتنين في نفس الوقت، بتسلم ايد والتانيه بتستلم منها وتسلمها. تمام، دلوقتي الحركه دي بتيجي ازاي؟ مراجعه سريعه كده على الحركه بتاعت المره اللي فاتت. قلنا بنمسك الننشاكو بالشكل ده كده، المقبض التاني للاسفل بالشكل ده كده، بنديله دفعه. اول ما ايدينا بتوصل للجزئيه دي اهو، اول ما الجنزير بيجي يعدي الجزئيه دي بنسيب ده، عشان ده هيجي في ايديك بالشكل ده كده اهو اهو، هتدي دفع ايديك ثابت اهو. دلوقتي انا هسيب ايدي مفتوحه عشان اوريكم اني انا مش بطلع ولا بنزل امسك النينشاكو كده من تحت ولا من فوق، النينشاكو هو اللي بيوصل لايدك. تمام اهو اهو، دلوقتي ايدي اهو سايبها مفتوحه عشان هو اللي وصل لايدي، انا ما نزلتش لا بدلت ايدي كده ولا طلعت كده. تاني اهو، بتدي دفع اهو اهو، وصل للايد. تمام، مجرد ان انت مسكته بالشكل ده كده بتعمل دوران عكس المره اللي فاتت، كان الدوران كده للناحيه دي، المره دي الدوران بالعكس اهو، بتروح من هنا وبترجع كده اهو. تمام اهو، ماسك النينشاكو بالشكل ده كده اهو، برده نفس الكلام مش بطلع ولا بنزل، النينشاكو هو اللي بيوصل لايدك. طالما خليت فيه تناسب بين حركاتك في النينشاكو هتقدر تعمل اي حركه مهما كانت اهو اهو. الايد مفتوحه بالشكل ده كده، انا ما عملتش حاجه، لا رحت مسكت النينشاكو من فوق ولا من تحت، هو اللي وصل لايدك، فانت مجرد انك بتقفل عليه. تمام، تاني اهو، ماسك النينشاكو ماسك النينشاكو بالشكل ده كده اهو، بتدي يا دوبك الدفعه بالشكل ده واهو ايدك مفتوحه والنينشاكو هو اللي وصل لايدك، بس ما بتسيبوش يعدي لحد الجنزير، بيوصل هنا بتقوم قافل عليه القبض، وبتعمل نفس الحركه تاني وتبدل وترجع تعملها تاني اهو بالشكل ده كده اهو، وكل مره بتسرع ايدك اهو، ممكن تسرع اكتر واكتر وتعمل حركات من الخلف ومن الظهر، وممكن تجيبها ورا وقدام، يعني اهو للخلف ولقدام واليمين والشمال، وممكن تعمل جنب يمين وجنب شمال اهو بالشكل ده كده، بتجيب ايدك نفس الزاويه من هنا تيجي من ورا كده، والعكس بتجيب من هنا وتروح من هناك كده، يعني ممكن تشكل حركات كتير. احنا النهارده حركتنا ان اللي اتقن الحركه دي في الحلقه اللي فاتت هياخد الحركه الثانيه انه يبدلها بين دراعانه الاثنين بالشكل ده كده اهو. خدنا الحركه دي نوصل للجزئيه اللي هنا بالظبط، هنقوم عاملين الدوران الثاني وننزل بالمقبض الثاني على الايد بالشكل ده كده، ونرجع من هنا على الايد بالشكل الثانيه كده اهو. بتيجي ازاي الحركه دي؟ وانت ماسك المقبض بالشكل ده كده، ماسك المقبض بتقوم عامل الحركه الدوران دي، خلاص وصلت لهنا بتقوم ضارب النينشاكو على ايدك الثانيه بالشكل ده كده. اول ما بيوصل هنا بيبقى نفس الحركه الثانيه اللي انت عملتها في ايدك الثانيه لما كنت مستلم النينشاكو بالشكل ده كده، هتقوم برضو عامل الدوران على الناحيه الثانيه، بتقوم عامل الدوران بتمسك النينشاكو يبقى بالشكل ده كده، بتقوم حادف المقبض على ايدك الثانيه بالشكل ده كده، يعني نفس الحركه اللي بتكررها هنا بتكررها هنا، وبتفضل تسرع ايديك الاثنين عشان تبقى متمكن من النينشاكو اهو اهو. راحت على الايد دي، هسيب من هنا عشان انفذها من هنا اهو، راحت هنا اهو، بتبدل المقبض من الايد دي للايد دي اهو اهو كده. انت بتعلم نفسك ان ايديك الاثنين بيطلعوا المهارات، يعني انت بس مش بتستعمل الحركات في ايديك اليمين بس، لا، وبتعملها بايدك الشمال وبتوظف الشمال ومن الشمال لليمين بالشكل ده كده اهو اهو. هنا ايدك استلمت، هتسيب دي هتستلم دي اهو، توظف ايديك الاثنين في الحركات مع بعض. تمام، وان شاء الله الحلقه الجايه خدناها اللي هي بالشكل ده كده اهو، اللي هي دي اللي خدناها في الحلقه اللي فاتت
بس هنستعملها في ايدينا الاثنين في نفس الوقت. ازاي نوظفها في ايدينا الاثنين؟ يعني باتنين ننشكوا مش بننشك واحد. تمام، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير الفيديو مع اصدقائك عشان تفيد اكبر كم من الناس، وسيب تعليق لاي اسلوب عايز تتعلمه على القناه ان شاء الله، واي حلقات تحب نعرضها في القناه او اي استفسار عندك. ويا ريت تتابعنا على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك، وتابعنا على صفحتنا على الفيس، وخش تابعنا على الانستجرام عشان تتابع كل اخبارنا اول باول. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.